استاذ زهرة، علاش اختاريتوا في الائتلاف المجتمع المدني التعرف على الشأن العام، يعني موضوع مساهمة المجتمع المدني في مواكبة المشاريع الكبرى اللي غيرها على المغرب استعدادا لكأس العالم 2030؟ السلام عليكم. تنشكرك استاذ احمد بوسطه على الحضور ديالك. اختارينا هذا الموضوع ديال المائده المستديره، ما هي الاليات والدوله اللي يمكن ان يلعبها المجتمع المدني مواكبه مع الاوراش الكبرى التي اللي مقبل عليها المغرب حاليا سنه 2030، استقبال كاس العالم سنه 2030. بغينا نعرفوا بالدور اللي ممكن يزيد يلعبه المجتمع المدني اضافه الى الادوار الاخرى من اجل يعني تحسين الجوده في العمل، من أجل الخروج يعني بآليات ديال العمل جديدة تحسيسية ترافعية يعني توعوية في مجال يعني في جميع المجالات التنموية، لأن المغرب غادي يحتضن كأس العالم. يعني راه هو مقبل من طبيعة الحال على زيارة ديال مجموعة من الدول المدن المحتضنة لكأس العالم. يعني خصنا كمغرب يعني دائما خصنا نعتزوا بالمغربية ديالنا، وخصنا نكونوا خير مثال لاستقبال هاد يعني هاد العرس الرياضي العالمي الكبير. بالنسبه لك، واش تشوف ان المجتمع المدني يعني مؤهل باش يلعب هذا الدور هذا ويواكب هذه المشاريع؟ بطبيعة الحال، علاش لا؟ لأن هذا هو الدور المنوط بالمجتمع المدني. حاليا نريد أن يشتغل أكثر، نريد أن نعزز الآليات أكثر، نريد أن نقوم بتوعية أو بتصحيح أو يعني نعاودوا الطريق من جديد، نعاودوا نشتغلوا أكثر وأكثر من أجل يعني النهوض بهذا الموضوع التنموي، خصوصا في الأوراش الكبيرة اللي مقبل عليها المغرب، وخص المجتمع المدني تهوى يساهم فيها من طبعه، لأنه شريك يعني من دستور 2011، راه هو شريك يعني في إطار الديمقراطية التشاركية، وممكن يلعب أدوار كبيرة في التوعية وفي التحسيس المواطنين في مجموعة ديال الأمور، يعني على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، على مستوى يعني التوعية من ناحية ديال محاربة المخدرات، مشكل ديال شغب الملاعب. يعني خصنا نوعي وليدات يعني كيفاش يتعاملوا، خصنا نوعي الناس من الأسرة، يعني لأن غادي نستقبلوا أجانب. يعني المغرب دائما إيمان خصو يبقى عنده داك الوجه اللي ديال الكرم وديال حسن الاستقبال للأجانب، خصوصا وان هاد كأس العالم راه انتظرناه 29 سنة، ماشي سهلة. يعني تطلب من مجموعة ديال المجهودات الكبيرة اللي راه حاليا كتقوم بها الدولة، وبغينا نكونوا حنا كذلك شريك مع الدولة من اجل انجاح هاد التظاهرة. في تشوف الدور اللي يمكن يلعب المجتمع المدني من اجل مواكبة المشاريع اللي غيعرفها المغرب استعدادا لكأس العالم 2030؟ يعني هناك مجموعة من الأشياء اللي قدر المجتمع المدني أنه يكون شريك فيها. كما تنشوفوا دابا الدور اللي قيمة به الدولة من أوراش كبرى استعدادا لاحتضان هذا الحدث اللي تمنيناه مدة طويلة، من كنا باقيين صغار وحنا تنتسناو في هذا الحدث هذا، وبفضل الله سبحانه وتعالى وجهود ديال صاحب الجلالة ورئيس الجامعة. يكمل الدور، يعني كيفاش المجتمع المدني خصو يواكب هذه المشاريع؟ يعني أين يتجلى الدور ديال المجتمع المدني؟ يتجلى في التأطير وفي المساهمة في توعية الرأي العام، وكل واحد من المنطقة ديالو يقدر يفيد رغم الأسرة ديالو أنه يعطي أهمية هذا الحدث هذا وهذه الأوراش الكبرى يقدر يأثر بها. ما بيك أننا نحن من المجتمع المدني يعني دورنا مهم، يعني كقوة اقتراحية كقوة فاعلة في المجتمع، يعني نقدروا نساهموا في التوعية، في الخروج إلى الشارع لتأطير مثلا الجيل الجديد أنه ينوض يساهم ويكون عنده دور فعال في هذا الحدث هذا.